بكم نوردوا لوريدات المتتبعين زوينين ديال خديجه ام البنات. كنرحب بكم ومرحبا بكم الجاليه المغربيه، الدول العربيه، الجزائر، تونس، خوتي اللي في خارج الوطن وداخل الوطن كنرحب بكم وعواشركم مبروكه. وباش ما تمنيتوا ان شاء الله الصحه والسلامه، وكنعرفكم عزاز وغاليين وكتحبوا الخير وكتبغيوا الخير لخوتكم، كنرحب بكم معايا عند دار عبد الله برطون. الله يحفظك يا خديجه، اللي هو هذا. ونخليك خليك ترحب بهم في محالك. مرحبا. السلام عليكم خوتي المتبعين الزوينين داخل الوطن خارج الوطن، ملطن جل الدويره ديال اختي خديجه ام البنات. الله يفرحتم من الكبير حتى الصغير فيما كنتو داخل الوطن وخارج الوطن والجاليه المغربيه تامين. أمعاتم البرطوط، حوت المطلي وطاطا المطلية، ساعة طينا نطليو طليو، ما طلوني ودرملوني أنا بوحدي وخلوني، بمشي الناس طلعوا الطانطوز، هاي دار الفيلا، هاي دار الطنوبيل، وأنا داوية الطونت الأول، داوية الطونت الثاني، ما عرفتش أش بغاو عندك، داوية الطونت الثالث أش بغيتو عندي أنا، علاش؟ طيت حلد لد، الزمان ترمني وترمتوني دعوة الله. كي دابا مازال اختي ام خديجه ام البنات بنت الطاريه، انا ما طاريش والمرات هي ما طاريش، قلت لدينا بجوج هاد المره ثلاثه الطونط الاخر غيترمونو غيسالوني شحال السبيطار السبيطار بويا عمر. اللهم تنطلب من خوتي الخواتات سمح لي. الوريدات هذا هو ملي كنت جايه دايره اللايف قلت لكم الا بقى لي الوقت راه غنطلو ندوز نطرق واحد الاخ راه مسكين حتى انا غنتبرطط بحالو. ندوز عاد واحد السيد مسكين راه شحال هادي هو تعيط ليا ودفعت نفسو عندي وبغاني ندير معاه شي فيديو، وكنطلب من الله ان شاء الله يا ربي هاد الفيديو يتجاوبوا مع الناس. قلت لكم عبد الله برطوط راه حيت طا كيهضر هو بالطا، كيقول طاجين باللحم والبرقوق، كيقولي اللحم دريتي درود طاجين تيدرود كيقرب انا تندرود طمطم ما تامش فهموا الهضره ديالي ما تدوروش هذا. انا اش عندي؟ ما عندي وزين ديال البيطاطين، ما عندي وزين ديال الليتوش، عندي دردوني حبني الله حبوني الناس الحمد لله. الدويه الطونت الاولى خوتي والطونت الثاني، وانا ما طاريش والمراه ما طاريش ما طاريش ما قاريش زعما انا بجوج ما طاريش. والله بالله تسمح لي بعدا نوصل لهم فكره. دابا هاد السيد مسكين كان برطوط معروف في القناة في العالم. شحال كان عندك في القناة الأولى؟ شحال كان عندك؟ 150 و47 وطيروا لي القناة مسكين ألف. كان كيترزق من الله قسما بالله إلا كان في واحد الكراج. المهم عاودت لكم هذا هو السيد اللي قلت لكم راه كان في الكراج ومراته مسكينة داها الشلول عند ها وليده مسكين ها وليده مسكين مصطفى ها هو شوف عدوا هاد الوليد وجي واحد جي في الطريق واحد البنيه وجي واحد في المرطه الترز انا الترز الترز كرز وشغلا والحليب غلا داكشي غلا شي غلا. شوف ان شاء الله العواشر هادي الله غادي يشوف فيك هادشي كنطلب من خوتي نقول الطلبات ديالي نكونوا حنا انا دير انا دير ثلاث العمل ديال الصدق مسكين العمل اللي خدها في واحد السيده في 10 السعوديه اللي هي ب 6000 درهم الله يجعل ربي يعطيها بيت في الجنه امين. وانا عندي واحد الطروسه تندير عليها الطليه، عطي الطليه. الطقليه كيدير الطقليه. الطليه الططبان الحوت الطواري جات لينا تبغى يديروا عندنا التاس، التاس ديال تاس العالم. كاس العالم. عرفتي شتي حيدوا حاشاتهم. حيدوا الكراس. حيدوا الكراس، حيدوا الشد، دابا الطيب داير موتور تيبطيطور، عرفتي التيبطيطور ديال الشينوا. تريبورتور. تريبورتور. داير وسير تخدم عليه. أنا تنطلب من خوتي وخواتاتي، أنا نخليت من النمره ديالي ونخليت من الطونت. الطون ديال البنطا الكون ديال وخدتو 10 دراهم انا باغي نجمع واحد الميطير وباغي نمشي نخدم على وليداتي مسكين هادشي اللي باغي يدير معايا شي حاجه الله غادي يخلصو ونحطو حتى نمرة التليفون ديالك غنحطو نمرة غنحطو لشي التليفون ديالك وانت طلب خوتك وانا نطلب خوتي المغاربة وبارطاجيو خوتي المغربية خال عار ما بارطاجي اللي ما عنده باش يصدق بس ما دير بارطاجي بارطاجي على الفيديو الله يشوفك باش يوصل للناس الناس زوينين كنعرفكم حنا يحسوا بينا ويحسوا بخو المغاربه انا في عمري 50 عام واش راه غنمشي نطلع للطين طوط وغندير راسي فوق البيض وغندير راسي ندير جيل فوق تيك توك زعما الطين انا سمكه انا سمكه انا سمكه انا سمكه انا سمكه اش غندير انا
انا عمري 50 عام الناس كيحبوني ما بغيتش نخرج فهمتيني ما بغيتيش دير الضحك في راسك الله نطف صباغتي تمشي عند الله فهمتوا اش قال لكم قال لك ما بغيتش ندخل انا راه كيفهموا انت اش كتفسري لا راه كلشي مفهوم كلشي مفهوم قالت ما بغيتش ندير انا سمكه انا دجاج انا هادي ونطلي راسي بالبيض ونطلي مسكين راه عندها بويت والله يلعب فيه وريها هاد الفريش هاد واحد البيت هاد الفريش جا فيه واحد الحاجه طماريس تعيط لي مسيدي شي ربع شهور يجي يدخ واحد الفريش هي عطاتني مسكينه الفريش الله يجعل ربي تبان هي غادي يدير شي حاجه الله غادي يخلصوا عيالها هذاك الشيء ديك انا كنطلب من خوتي انا باغي حتى حاجه وطفوا معايا في ما يطير اي حاجه لوحه في الطونط جمع ما يطير وغتشوفوا هادشي بعيني في اللايفات غندخل انا نتحط معاهم واخا هما مردوني ترموني الزمان ترمني وترموني ومردوني دعيتهم الله دعيتهم الله انا ما ندير حتى شي حاجه خايبه علاش ندير الطونطه ديالي ديالي انا راه كان كاري دويره مسكين كتعدى دويره كاري دويره وغادي بخير وعلى خير وينين مسكين ملي داو لي هذيك ما بقى صايب ما ياكل باع الفريش باع كلشي كلاه وفي الاخر كرا واحد سميتو جا خرجو من الدار وراه قلت لكم واحد السيد برا عيط لعائلته سكنوه في كراج مسكين الله القسم راه كون جيت عندو في ذاك الوقت غير ما كنتش انا راكم عارفين والله وكنقول انا قناتي باقا صغيره والصوت ما يوصلش ونتحشم مع الناس دابا انا قصدتكم والمقصود سيدي ربي وهاد السيد على وجه ذاك الوليد اللي ما قدرش باش يعاون يبارطاجي للناس راه ما عرفناش ربي باش غادي يرزقو حتى هو راه السيده مسكينه طلبت عجانه راه السيده تكلفت وصيفطت لها مسكينه الفلوس الله يجعل سيدي ربي تلقاهم في جنتها واللي دار شي حاجه راه كما قال لكم واخا 10 دراهم شي 10 دراهم راه حسنه صدقه جاريه تجري عليكم حياتكم وفي مماتكم اللي تعاون في هذا رمضان ومع خوهم المسلم الله يجعل ربي يفرحهم ما قدش يمد يده في الزنقه ويبرك حدا الجوامع بداك الوليد راه يصور الملايين ولكن هو مد يديهم يديه ليكم وربي سبحانه وتعالى اللي قدر باش يتعاون معاه واللي قدر باش يبارطاجي ليه وقناته راه عبد الله برطوط ياك هي اللي داير فيها دخلوا عنده ساعدوه ودعموه راه كتعرفوني انا حنينه راه واخا ما عرفتش الله يرحم الوالدين اللي كنقول لكم كانت باقا ما عنديش حتى 1000 وكنقول لهم دخلوا عند فلان دخلوا عند هادي كيقول لي غادي يخلصك وراه غيديروا لك قناه في اليوتيوب انت باقا ما عندكش حتى 1000 كتقول لي قلت لهم غادي يخلصك ما اللي رزقنا يرزقهم والرزق ديال ديال ديالنا حنا المساكين راه عند الله سبحانه وتعالى انا خوتي تنطلب من خوتي انا طباخ ماهر كنطيب طباخ ماهر تندير الماكله شي حاجه زوينه وني دابا حيدوا الكرارس حيدوا الكرارس دير سير دبر على الموتور وسير تخدم على راسك هادشي اللي بغيتو معايا الله يجزيكم بخير عندي مسؤوليه عندي تراب صافي ما خلصش شهرين ما خلصش دابا التراب صف امي بالله والله اللي خالطني وخالطتهم واد العواجه تغدي في شهرين ما خلصتهاش وقفوا معايا الله يجعل ربي يفرحتهم ولا تنطلب من خوتي المغاربه خوتي حنان والله يفرح الجميع قلتي الله يجعل ربي يوقف معاك والله يبعد من شر البشر وتجي فنجي وتجي فنجي والله يبعد من السيد والله يخلي تلك البنيات والله يعطيك شي حاجه في سيدنا يا ربي امين من الاولاد هادشي نطلب من لافور من الموتور وربي شاهد والله يفرح الجميع حنا مغاربه ونطاو ديما مسلمين وعواشرتها مبروطه ودخلت بالصحه وبالسلامه وشيره جديد والله يفرح الجميع شكون شكون الجزائر راه كيدخلوا خوتي الجزائر خاوه خاوه متين عداوه ونعيمه البداويه الله يطلق بنتي يطلق لها استراحه ولاد تم يطلق استراحه والله يهدينا الدم رخاص الدم رخاص عباد الله الدم رخاص عباد الله من ولات اختي وتسيفت لي بنتي ولدها الصغير الحبس اش غنشوف ما صرتبت الناس لي الناس البرانيين ما يديروش معانا هادشي كنلقاو الخير في هاد البراني متبعينا الله يرحم والدينا ودمت دمت باغي في الغارة وني الله تين حسبي الله ونعم الوكيل هادي جبت المرغم كنلقينا الخير والعائلة في هاد الناس وكنا نكون خارجه كنجي كنلقى داك الواتساب عامر بصح العائله تقول شي واحد يصيفط لك اوديو ولا يعيط لك على مكالمه ولا يقول لك مبروك عواشرك وهما مساكن من اللي بدا شعبان وهما الاوديوات وكيعيطوا لي مكالمات الله يجعل سيدي ربي يكون معاكم ودخلوا ديروا ابوني عون ام خديجه الله يجعل ربي يكون معاكم ربي يخليك الله يخليك بارطاج وتتباس فضلا وليس امرا ربي يخليك هانتوما سمعتوا من غادي نحطوا لكم الرقم ديال التليفون ديالو لكن اللي عندي هو اللي غنحط تمنما ديال التليفون والطون ديال البنطه غنحطهم جوج في الفيديو حاجه غادي لوحه غادي نحطهم غيسيبو في الميزان المطبول تعاونوا معاه باللي قسم الله ما عندنا ما نديو
راه على اللي ساعدنا عريانين غنمشيو عريانين وني غدي معاك واحد التاب واحد التاب هزي معاك ديال الحسنات اطرا اي حاجه درتي درتيها انا اللي ما قاريش غيولي يقرا تم كيقول لي خذ كتابك وقرا اقرا كتابك من عند الله شنو درتي واش الله يرحم والدين والله يجعل ربي يفرح الجميع اللي والدي ميت الله يرحمهم واللي باطن حي الله يطول في العمر واللي مريض الله يشافيه واللي ناوي شي حاجه الله يجعل ربي يعطيه في هذه العواش واللي مساكن الذريه الصالحه الله يرحمهم الله يعطي شي اللي عادر ولا يطلع شي تريده صالحه واللي ما مجوجيش الله يجيب ليه شي ولد الاصل ولد المطرف اللي غبر نحاسه امين امين والحمد لله رب العالمين شكرا السلام عليكم خوتي ونتمنى الميساج يوصل اللي ما عندوش اي بارطاجي راه بالبارطاج باش كيوصل للمحسنين وللناس اللي كيبغيو يعاونوا الله يسهل عليكم ويعطيكم كل ما كتمناو راه باقا جايه من السفر باقا فيا الدوخه وتركتو مسكين وخطوه درنا وتلفنا ماشي مشكل خطوات الخير ربي يوقف معانا ومعاكم ان شاء الله يا ربي والسلام عليكم وعواش مبروكه شكرا